جبل وأسكن القبر حتى ييأس الشيطان من الإنسان. وقيل له: من أين تأكل؟ لأحد الصالحين. قال: قال الله تبارك وتعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. الخزائن بيد من؟ الأرزاق بيد من؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك أيها الأحباب، الإنسان المسلم يجب عليه أن يحافظ على قراءة ورد من القرآن حتى يأوي إلى ركن شديد، حتى يستظل بنور الله تبارك وتعالى. القرآن حتى يحفظه الله عز وجل، فالله خيرا حافظا وهو ارحم الراحمين. لان الانسان قد يصاب وقد يمس وقد ورد في بعض الاثار عن الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه ماذا يلقب؟ سيف الله. خالد ابن الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة هو أبوه، وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. الآيات في الوليد بن المغيرة. ولما أسلم خالد قال: لا تعيروا خالدا بأبيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. سيدنا خالد جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن كائدا من الجن يكيدني. قال: لست جن وإن روح من ملز فيه. لأنه وللأسف كما قال الحق جل وعلا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والجن منهم الصالح ومنهم الفاسد، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. وبعد شوي: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون يعني الظالمون، من الفعل قسط بمعنى ظلم. وأما أقسط الفعل الرباعي بمعنى عدلة. ولذلك قال: المقسطون على
المسخون يعني الظالمون، فكانوا لجهنم حطبا. إذا أيها الأحباب، هذه الكلمات علمها نبينا عليه الصلاة والسلام لمن؟ لخالد، لسيد الله. واليوم لا يوجد مثل خالد، اليوم لا يوجد مثل خالد الذي حطم دولة الروم ودولة الفرس. تنتهي مش واحد. سيدنا خالد رضي الله عنه قائد حروب الردة، سيدنا خالد الذي أسلم في السنة السابعة من الهجرة رضي الله عنه، وأول معركته كانت في غزوة مؤتة. أيها الأحباب، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أصحاب قلوب سليمة، قلوب طيبة عالية بالإيمان. ولذلك ورد في بعض الآثار: بدلاء أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة صيام ولا صلاة. بعض الناس مش بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، ولكن برحمة الله وسلامة الصدور. أول شيء برحمة الله، اثنين سلامة الصدور، ثلاثة سخاوة النفوس، نفوسهم سخية كريمة طيبة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والرحمة لجميع المسلمين. هذا مهم. بعض الناس اليوم متفرقين، بحبش أخوه، بحبش ابن عمه، بحبش ابن أخوه، بحب الجار. لاحظ الرحمة لجميع المسلمين. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. أيها الأحباب، اسمعوا هذه الكلمات: لو أن المؤمن عبد الله عبادة نوح ألف سنة. سيدنا نوح كم سنة؟ فلبث في قومه ألف سنة إلى خمسين عاما، فأخذه الطوفان وهم ظالمون. لو أن المؤمن عبد الله عبادة نوح ألف سنة لما نفعه ذلك عند الله تعالى حتى تكون فيه ثلاث خصال. لو جينا نتعبد وخصال ثلاثة مش موجودة فيه، ما بتنفع غير عبادة. يعني زي المرأة التي شكت جارتها لنبينا عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن الإجارة تقوم الليل تؤذيني وتصلي وتصوم النهار وتؤذيني. قائمة الليل وصائمة النهار ورأت الذي إنسان طبيب تؤذيني. قال هي في النار ثلاثة أمور: أولا اقتباس العلم، يجب على المسلم أن يتعلم، مش درس العلم شغال وقاعد بيلعب في التليفونات ونص نايمين، لحتى كان في ناس نايمين. أولا اقتباس العلم، أن تتعلم، أن تجلس بين يدي معلم ملوش علاقة
تسلم السرع ولا تطول بالعرض ولا